بسم الله دلوقتي عايز اعمل زرار ادوس عليه يجيب لي شاشه فيها رساله معينه، واقدر اعرف المستخدم اختار ايه. تمام، فانا اقول له بوتن اهو. تمام، طيب وهدخل هنا في البوتن ديت، هبدا اقول له انا عايز رساله مسج بوكس دوت شو، وبعد كده هفتح الاقواس والسيمي كولون، دي حاجه اساسيه. وبعد كده هكتب الرساله اللي هتظهر لي، هاي وورلد. تمام، وبعد كده هحط اللي هي التايتل الاساسي هاي، وبعد كده هختار بقى ايه الزرار هيبقى موجود فيها ايه، البوتوم تحتي. المسج بوكس بوتوم هقول له ده، اختار لي اللي هو يس اور نو اور كانسل، او ممكن تختار ابورت ريتراي اجنور. تمام، تبدا تختار اي واحده فيهم. طيب دول انا عايز احطهم في مكان اشيلهم فيه، فاقول له ايه دايلوج ريزولت ار اتسيف. يبقى انا كده عملت متغير اسمه ار هخزن فيه المعلومات ديت. بعد كده المسج اللي بعد كده مسج بوكس دوت شو. تمام، دي بقى اللي هتظهر لي الار، بس في مشكله الار دوت. تمام، عايز احوله لسترنج، فاقول له تو سترنج. تمام، طيب وبعد كده هاجي احط الكستم بتوعي. هي دي، وبعد كده هقول له رن، وبعد كده هقول له انا عايز اجرب البرنامج، واقول له بوتن، فبتبدا تظهر لي رساله هاي وورلد اهيت والهاي اهيت اللي احنا كنا كتبناهم، واختار بقى ابورت او ريتراي او اجنور. اقول له مثلا اجنور فتجيب لي رساله اجنور، لو اخترت مثلا ريتراي هيجيب لي ريتراي، وهكذا. اقدر كده دي اشوف بناء على اختيار المستخدم ايه الحاجه اللي هتظهر له بعد كده.